مرحبا. طقسنا صيفي حار جدا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بسبب موجه شوب عم بتاثر على منطقتنا. حراره مرتفعه، رطوبه عاليه على الساحل، بحر متوسط الموج وحراره 130 درجه. اليوم طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحراره فوق معدلاتها السنويه، رطوبه عاليه على الساحل مع خطيه قويه على الجبال بفتره الليل عم بتادي الى سوء رؤيه. وبنبقى هلا بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل 31 على الساحل، 28 على المرتفعات بالبقاع 18 والأرز 14، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية لليوم 33 ببين و 35 بطرابلس، 27 الدمان، العقورة 29 وفقرة 27، برمانة 34، بعبدة 35، صيدا 35، والنبطية 34 درجة. والرطوبة عم تتراوح بين 55 و85% حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ 30 35 لليوم، 3 31 36 والأربعة 30 35. نبقى هلا بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 37، دمشق 40، القدس 34، الجزائر 26، والرباط 26، روما 24، وباريس 18. وهيدا كان كل شيء. باي.